أهلا بكم. الآلاف من حملات الشهادات العليا بدون عمل في العراق، بينما المزورون وأصحاب الشهادات الابتدائية في أرفع المناصب في البرلمان وفي الحكومة. هل يعقل أن حكومة ميزانيتها أكثر من 100 مليار دولار في السنة ولا تستطيع توفير فرص عمل لحملة الشهادات العليا؟ وبعد تظاهرات سلمية لحملة الشهادات العليا، لم تجد الحكومة وسيلة سوى القوة والعنف لتفريق تظاهراتهم. أليس الدستور الذي كتبه المحتل الأمريكي وأتباعه يعطي الحق للتظاهر السلمي؟ فلماذا القمع إذن؟ أليست الحكومات المتعاقبة صدعت رؤوس الشعب العراقي بحرية التعبير وحق التظاهر السلمي، لكن على الأرض قمع وضرب واختطاف للناشطين؟ ألم تقوم حكومتا المالكي الأولى والثانية بقمع التظاهرات في العراق؟ فلماذا يتباكى المالكي على متظاهري الشهادة العليا؟ ألم تفشل حكومة عبد المهدي بتوفير الدرجات الوظيفية لمن يستحقها في العراق؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة صوتكم، والتي نركز فيها على قمع تظاهرات حملة الشهادات العليا في بغداد. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك. يوم من عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مبشر السامرائي أعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد. تجددت التظاهرات أمام مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، بينما فرضت القوات الحكومية إجراءات أمنية مكثفة، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين، فضلا عن استمرار مطالبهم بتوفير فرص عمل لائقة. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. هكذا يعاملون. إنهم حملة الشهادات العليا في العراق، تظاهروا للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم، لكنهم وجهوا باعتداء قوات الأمن ضربا وقذفا بخراطيم المياه الحارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وتعرض النساء المعتصمات للإهانة في مشهد متكرر يعكس جانبا وهو علني من واقع حقوق الإنسان في العراق. الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع المعتصمين خلفت سخطا شعبيا كبيرا واستنكارا وصل إلى مجلس النواب، حيث استهجن تجمع برلمانيات العراق الأسلوب الذي انتهجته قوات مكافحة الشغب لتفريق المعتصمين، مؤكدا أن ثمة نساء معتصمات تركن بيوتهن والتجأن إلى الشارع تحت لهيب الشمس لتأمين حياة تبعدهن عن شبح العوز، وكانت مكافأة الحكومة لهن مياها ترميهن بها يمينا وشمالا. من جهته أكد النائب عن ائتلاف النصر خالد العبيدي أن ما جرى يعد أمرا خارجا عن الأطر الدستورية والأخلاقية والاجتماعية، وبيّن أن حملة الشهادات العليا يمثلون طبقة الشباب المثقفة والمستضعفة التي لا تمتلك واسطة حزبية تفتح لها أبواب دوائر الدولة المغلقة، مؤكدا أن صمت الحكومة يعني أنها شريكة فيما حصل وعليها أن تدفع ثمن تصرفها اللا أخلاقي.
ركوب الموجة وصل إلى رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي الذي رفض الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المتظاهرين، متناسيا ما فعله بالاعتصامات التي شهدها العراق في فترة حكمه، ابتداء من وصفها بأشنع الأوصاف وعمليات التشويه والقمع والتصفية للمتظاهرين، وصولا إلى عمليات فض الاعتصامات بقوة النار والحديد، والتي أدخلت البلاد في منعطف خطير ما زالت تدفع أثمانه إلى اليوم. بالقبضة الأمنية نفسها تحاول حكومة عبد المهدي أن تواجه اعتصامات اليوم، فقد فرضت إجراءات أمنية مكثفة في منطقة العلاوي التي يقع فيها مكتب رئيس الوزراء تحسبا لاندلاع موجة تظاهرات جديدة، وشددت على موقفها بعدم السماح بتنظيم أي تظاهرات. رد المتظاهرين جاء سريعا إذ أكدوا أنهم بصدد توسيع الاعتصامات خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن ما حدث يدل على أن الحكومة مستمرة في تغييب المثقفين ومنح الجمل بما حمل للأحزاب وأتباعها. ودعا تجمع حملة الشهادات العليا إلى المشاركة الفاعلة بكل الوسائل المتاحة، مبينا أن السياسيين الذين سرقوا حقوق حملة الشهادات العليا أخذتهم العزة بالإثم، وأصروا على عدم إنصاف هذه الفئة المهضومة الحقوق، وهو ما لن تسكت عنه هذه الفئة مهما كانت العواقب. كفاءات العراق، الماجستير والدكتوراه. هذا وكانت قناة الرافدين قد أجرت لقاءات مع المعتصمين من أصحاب الشهادات العليا قبل يوم من فض القوات الحكومية للتظاهرات السلمية. أكدوا بأن الحكومة تتجاهل الكفاءات وتعتمد المحسوبية والعلاقات في تسيير شؤون البلاد. دعونا نستمع إلى ما جاء في لقاء قناة الرافدين مع المتظاهرين من حملة الشهادات العليا. الآن وصلنا إلى 102 يوم بالشارع. زين طيب 102 يوم بالشارع، زين وين المسؤولين؟ ليش هالتهميش هذا؟ إلى متى؟ حملة الشهادات عليا ماجستير ودكتوراه نظل على هذا المستوى؟ زين البلد إذا يريد يرتقي باشر عقبه شلون يرتقي؟ يظل على يعني نظل على هالسيستم هذا؟ ما نريد نوصل يعني نوصل نرتقي بالبلد. احنا صار لنا معتصمين اكثر من 100 يوم يوم وزارة التعليم العالي، ولحد الان ماكو اي استجابة. اليوم احنا يوم رئاسة الوزراء انتظر الكتاب يوقعونه. يعني ما يصير هيك الغيرة. يعني احنا 360 نائب موجودين في قبة البرلمان، ماكو واحد عنده غيرة يشوف هالنسوان هذني؟ ها؟ يعني ماكو واحد يشوف هاي المناظر اللي جايتك من الناصرية ومن البصرة ومن العمارة. صار لنا 100 يوم وفوق نجي هنا لبغداد بس ماكو أي حل. طلعنا لأن ظلم، كان اكو قرار 59 بس ما حد يطبقه. تجي تعيينات تروح للمسؤولين، تروح للواسطات، للمعارف. احنا طبعا ماكو أي حل. إنه ارتئينا أن نسوي اعتصامات. الاعتصامات هاي وصلت ل 100 يوم، ماكو اي حل لمشكلتنا. يعني يجينا النائب، يجينا الاحزاب، تجينا هواي وفود بس ماكو اي نتيجه. مطالبنا هي تعيين حملة الشهادات، مطالبنا انيه، مطالبنا مستقبليه هي تعيين يشوفون حل لمشكلتنا. معنا اتصال ابو الحسن من بغداد. فضل ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أحييك وأحيي قناتكم البطلة. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لخريجين الكليات والدراسات العليا اللي حاملين شهادات عليا من ماجستير ودكتوراه، نعم، وحول التظاهرات الأخيرة اللي خرجت الطلاب حول التعيينات، نعم أستاذ، بالنسبة للحكومة الآن اللي تقود البلد هي عدم حملها للشهادات العليا، وبالتالي نشوف التعيينات هم يصدروها، وبالتالي المكانات الحساسة والاختصاصات اللي ما يملكوها هم بيشغلوها. نعم. لأنه ما يحملون ولا يمتلكون أي شهادة بكالوريوس أو إعدادية. تسأل تقول لك شنو حاصل على يا شهادة؟ يقول لك أنا حاصل على شهادة إسلامية إعدادية إسلامية جايبها من طهران، ويعادلوها بالشهادات العلمية، وبعدين يأخذون مكانات غير مكانات الاختصاصات اللي أو الجانب الإسلامي. يعني يأخذون مثلا
على سبيل المثال يصير مدير عام الدائرة فنية، مدير عام دائرة إدارية، وهو أصلا ما يحمل هاي الشهادة. وشوف أيضا خريجين الكليات والمعاهد وحملات الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، من حقهم أن يطالبون بالتعيينات. وبعدين هاي دمار تام بالنسبة للحكومة العراقية، دمار تام للطلاب مالتنا، لأنه اللي دا يحصل على شهادة عليا أو ماجستير ما دا يتعين. قبل يقولون زمن النظام السابق نشوف خريجين الكليات نشوف تعيينات مركزية، نعم، الطالب عندما يخلص كلية يمنحهم شهادة البكالوريوس، نشوفه رأسا يلقى تعيين بأي وزارة حسب اختصاصه. الآن نهائيا كل الاختصاصات ما معينيها، وبالتالي هاي نقدر نقول شلون يريدون يخلون الطالب ييأس من شهادته، وبالتالي راح تعم على الجانب العلمي، لأنه الطالب عندما يحصل على شهادة عليا ويحصل على بكالوريوس أو دكتوراه أو ماجستير ما يحصل تعيين. نعم. ومن حقه لأنه مواطن عراقي حصل وتعب على هذه الشهادة يلا حصلها. نعم. هلا طرفوا عليه دم قلبهم انه وصلوا لهذا المستوى، وبالتالي يجي بالشارع يبيع علاليق ويبيع جزاير. نعم. زين ابو الحسن، ابو الحسن، نعم. يعني فوق ما هو ماخذ شهاده عليا ماجستير او دكتوراه وطالع يتظاهر مظاهره سلميه، تمام، بما انه الدستور اللي 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 كتب المحتل الامريكي واعوانه في العمليه السياسيه يقول لك حريه التعبير والديمقراطيه وحق التظاهر السلمي، وفوق هذا كله يضرب يعني يضربوهم ويفرقوهم ميحار. هاي اي اسلوب هذا؟ اي حكومه يتحدثون عنها واي ديمقراطيه واي حريه تعبير؟ اخي هاي الاسلوب اسلوب عصابات، لانه عندما يقولون احنا بلد ديمقراطيه وجابت لنا امريكا الديمقراطيه حول الانتخابات، هاي بس من جانبهم الانتخابات، وانما المواطن او الطالب عندما يتظاهر يطالب مطالبه العاديه، يعني كمواطن عراقي وخريج كليه، انه يتظاهر الدستور كافل انه التظاهرات تظاهرات سلميه وبالتالي هاي ضمن الديمقراطيه، يواجهوه بالنار والحديد، يواجهوه بالمي الحار حتى ذاك الوقت يفرقون تظاهره. هذه عمليه تآمر على الشعب العراقي وتقود الحكومه العراقيه، وبالتالي تتحمل مسؤوليتها الاحتلال الامريكي اللي جابوا هذول العناصر اللي ما يملكون شهادات ولا يعرفون حاله الديمقراطيه، لانهم لو يعرفون الديمقراطيه كان سمحوا للمواطنين ان يعبر عن ما يدور بخلقه، نعم، عن ما يدور بذهنه. نعم. الطالب من حقه أن يتظاهر والمواطن من حقه أن يتظاهر. إحنا ليش لحد وضعوا الدستور يقول دستور ديمقراطي؟ إذا ماكو ديمقراطية، أكو اضطهاد وأكو كبت حريات المواطنين، يعني بحيث أنه يخلون المواطن لا يتظاهر ولا يعبر عن حريته بهالطريقة، يرهبوه أو يعتقلوه. نعم. إذا ماكو ديمقراطية. نعم. هناك يستخدمون القوة ضد المواطن، فمن حق الطلاب ومن حق أي مواطن عراقي أن يعبر عن رأيه بشكل صريح وأمام الملأ، لأنه الآن الشعب العراقي ضاق المر من 2003 ولحد الآن بكل الحكومات اللي استلمت السلطة. نشوف أخي عمر، لأنه يريدون أيضا يكدون بحيث أنه الطالب ما يستمر بالدراسة، يقول لك أنا دائما منح مثلا بكالوريوس في الجامعة، يمنحوني ماجستير ودكتوراه، إذا أنا بالبيت قاعد، إذا ما أدرس بعد خلي أروح أشتغل شغلة حرية حرة حتى أكسب العيش. وبالتالي هاي عملية شلون نقدر نقولها تآمر أيضا على التعليم، ويظل العراق أمي مهما إلى طول الأمد. نعم. يعني عملية محاربة
خريجين الكليات والشهادات العليا، وبالتالي راح تجري على كل الطلاب لانه ما يلقون تعيينات، ومن يعبر عن رايه ينكبت او يحاولون ان يهاجموه. او فهاي العمليه ايضا استاذ عدم استمرار طلاب الاخرين يريدهم هم هاي جايين من اجل تدمير العراق وتدمير العلم بالعراق، لانه هاي الثروه العلميه للمواطنين فهم جايين يدمروها. نعم انا اشكرك ابو الحسن من بغداد كان معنا. رسالة يقول فيها، يقول من هوان الدنيا مجموعة من الأميين والجهلة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون يعتدون على حملة الشهادات العليا. يقول زمن أغبر حملة الشهادات العليا والاعتداء عليهم لأنهم ليسوا من ذوي المعالي والسيادة، ولأنهم ليسوا من مزدوجي الجنسية، ولأنهم لم ينتموا لأحزاب السلطة، ولأنهم من فقراء العراق ومضطهديه تم التعامل معهم بمنتهى الديمقراطية. معنا اتصال أبو حسين من الرمادي، تفضل أبو حسين. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحييك وأحيي القادر. حياك الله، أهلا بك، أهلا وسهلا بك. بالنسبة دولة أصحاب الشهادات العليا هم كلهم عراقيين ويحملون الجنسية العراقية ودارسين ومكملين تعبوا على أنفسهم. نعم. من الابتدائية للمتوسطة للكليات، وظل اللي اجوا هم لا يحملون شهادات ولا يحملون يعني اي شيء من نوع الدراسه، وظل مدفوعين من قبل يعني ايران واتباع ايران. يعني هم جايين ما جايين انه يفيدون الشعب العراقي، وانما يفيدون انفسهم ومدفوعين، لانه كل هاي تابعين الاحزاب وعصابات وحراميه. هم جاي يقول لك احنا هسه فشلنا فشل ذريع، احنا ما نقدر ندير دولة ونمشي دولة لانه ما عندهم شهادات ولا خريجين كليات ولا كل شيء. نعم. فما هسه هذا الشعب المصري يعني مو قاموا عسيسي. احنا نتمنى من الشعب العراقي ان يعني يوعى على نفسه ويشوفون الشعب الصابي وتدمر، واحنا ناشد الفرات الاوسط والجنوب وكل الخيرين والشرفاء والبيهم غيره ان ينهضون نهضة رجل واحد ويخلصون من هاي الأصابة الحاكمة اللي الله ذبها على الشعب العراقي. نعم. وأنا أشكرك. أنا أشكرك. أبو حسين من الرمادي كان معنا. طبعا لجنة حقوق الإنسان النيابية طالبت رئاسة البرلمان، طالبتهم بمحاسبة الذين اعتدوا على حملة الشهادات العليا، وقالت اللجنة بأن الحكومة تستقوي على الضعفاء متناسية حملة الشهادات العليا الذين تعلق عليهم كل الدول آمالها وتطلعاتها وهم مصدر قوتها وثروتها الحقيقية. وأضافت بأن اعتصام الخريجين من حملة الشهادات العليا دام لأكثر من 100 يوم وهم يطالبون بأبسط الحقوق. ووصفت اللجنة الأمنية الإجراءات التي اتخذتها قوات مكافحة الشغب بحق المتظاهرين من أصحاب الشهادات العليا بالمخزية، وطالبت وزير الداخلية بضبط الأجهزة الأمنية عند تعاملها مع المواطنين وكذلك احترامهم للمطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور. المفوضية العليا لحقوق الإنسان أكدت أن الاعتداء على المتظاهرين هي جريمة يحاسب عليها القانون ويتحملها المسؤول الأعلى الذي أعطى الأوامر. وقال عضو المفوضية علي البياتي بأن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، والاعتداء على المتظاهرين من قبل القوات الأمنية يعد جريمة يحاسب عليها القانون، ومن حق المتظاهرين والمتضررين من المتظاهرين السلميين التوجه إلى المحاكم لمقاضاة المتسببين في الحادث. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. السلام على قناة الرافدين جميعا، على مشاهدين قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا. والرحمة على فقيدنا الراحل حارث الظاهري، أستاذ بالرحمة والوفاء برب العالمين وحق آل محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين. أشكرك، تفضل. أشكرك أخ عزيزي عمر. بالنسبة لتظاهرات هسه اللي قاعدة تدور في بغداد وفي كافة المحافظات، نعم. يعني احنا بنشوف اللي بيصير
دائما القوات الامنيه، هاي القوات الامنيه ما تطلع من كيفها، يعني تجي من اوامر نعم موجوده من احزاب السلطه اللي موجوده حكمت الان ما بين 2003 لحد الان. فهم يا سيدي العزيز يعني مضطرين ان يقمعون المظاهرين ويرعبوهم ويخوفوهم ويحتقرون عندهم. هذا من الشيء الطبيعي لانه هم ما بيديهم فتشي. راح كل شلون ما بيديهم شيء، انه دوله وميزانيه بيديهم كل شيء. نعم. يعني هنا من اجوا 2003 ولحد الان ما فكروا بالشعب، ما فكروا بتقدم الشعب. فكروا بس بالقتل والنهب وكيف الحصول على الاموال اللي راح يسقوها من العراق، وش وقت مثل ما يقولون تخلص مده الحكم مالته 4 سنين، يعني من الحاكم الحاكم هاي اللي تدور بينا السنوات اللي نشوفها احنا كل العراقيين والظلم اللي جار بينا من 2003 ولحد الان. فهاي الامور اللي قاعده تصير بالبلد يا اخي العزيز وبالمحافظات، لو كان متواصلين على مرحلة بناء العراق وتقدمه ورجوع يعني ما بين 12,000 معمل متوقف وعاطل عن العمل، هل أن المعامل اللي موجودة بالعراق لو فكروا ورجعوها وعمروها وسووها كان ما صار اللي صار، وما فكروا البنى التحتية اللي بذاك الوقت اللي خلشوها وحرقوها ودمروها ما انبنت. فالشعب يعني تعرف يعني ما يتوقف، الدراسه ما تتوقف، هاي الامور ما تتوقف. فكل سنه سنه يزيد خريجين، يزيدون مثل ما يقولون نسبه العطاله. فهنا المظاهرين من راح يطلعون؟ راح يطلعون امامهم فصوره يعني عجيبه، قمع وتظاهرات، بينما هم الدستور كفل بالتظاهر والتظاهر السلمي. لانه هم ما عندهم لا عندهم وزارات، لا عندهم فد معامل، لا عندهم مصانع. تشغل العيد العامل لهذا الشعب ويكون يعني الشعب متكافئ. نعم. ممكن يدرس يتخرج يلاقي عمله موجود. نعم. مو صحيح سابق وجاء قاعد، بس هم يعني ماكو بيديهم غير القمع وال يعني والتفريق التظاهر، لانه حتى ليش تشهر هاي الحكومه امام الاعلان امام التلفاز بانه العراقيين وضعهم ليصبح من سيء الى أسوأ. فهذه التظاهرات يشكلون فشكل كبير يعني امام صورتهم امام الفلان امام القبه اللي موجوده فيها اللي حكم اللي منطقه السوداء. نعم. اللي قاعد يحكمون العراقيين. زين ابو عمر، ابو عمر يعني تصريحات سابقه لاعضاء في الحكومه والبرلمان بالحكومه قال لك احنا مو بالضروره كل الخريجين نعينهم. زين ماشي. نعم. نجي وياهم. ماشي. زين معروف بكل العالم. الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه ذولا ينفعون البلد، يعني وين يروح مثلا غير هو جاي ينفع البلد، اما يدرس بجامعه، اما يكون في مركز بحثي تابع للدوله، اما يكون في مجالات طبيه يستخدم في المستشفيات، يوظف في المستشفيات في دوائر الدوله. زين انت تخليه كم شهاده عليا يحصل دكتوراه بعد دراسه سنين، 4 بكالوريوس، 2-3 تقريبا. نعم. او 2 ماجستير، 3 أو 4 دكتوراه، وبعدين تقول له والله انا ما عندي تعيين. زين ليش خليته تكمل دراسه اذا انت ما عندك درجات وظيفيه؟ ليش المسؤول وابن المسؤول يخلص دراسه سادس ابتدائي واقل يتعين هو بعد قاعد على الرحله مالته؟ اخ سيدي العزيز، هذول اكو بعض الوزارات اللي موجوده الان بالعراق واحزاب السلطه اللي موجوده تحت الحكم. نعم. من يطلعون في الاعلام مثل يقولون تعيين مثل 300 شخص من حاملين فلان شهاده فلان شهاده فلان شهاده. هذول راح يعينون هم المقربين لهم، اولاد المسؤولين، اولاد الاحزاب اللي منتمين بالدوله، اما الباقيين يا سيدي العزيز ما كلهم اي تعيين. يعني احنا سبق ان قبل يومين تحدثنا موضوع الكليات والجامعات. نعم. الاهليه. نعم. موجوده بالعراق. اي فهذول من تكلمت طلقت عن الموضوع هذا، شهايد اللي موجوده عندهم تخرجهم، ومع احتراماتي الطلبه وكلياتنا وزملائنا هم كلهم. نعم. اخوتنا ومن اهلنا، يعني من اخر ما يكمل دراسته وثلاث سنين كليه يخلص جامعه. نعم. باي مرحله كانت باي هذا راح يعلق شهادته امام البيت، راح يصير مجرد اعلان يتفرج عليها ويباوع عليه، انا ماخذ شهاده فلان، ماخذ شهاده فلان. يعني من سنه لسنه يعني تكثر الاعداد بنسبه عديده، يعني كلش يعني اقل خلينا نقول في كل سنه 15,000 نفر. نعم. 15,000 سنه على سنه يكثرون، الشهايد مالتهم راح توقف وهم. نعم. راح يبقون ما يحصلون على وظائف عمل.
سوى وظائف العمل الموجوده اللي موجوده ابواب الانحراف يعني كالمطاعم او ما احترماتي يعني. نعم مع الاسف هذا قتل المال. قتل للتعليم ايه. قتل للتعليم في البلد ايه. انا اشكرك هو كل نعم انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا اتصال. اكرم من بغداد تفضل. اكرم الو تفضل. اكرم الله يساعدك عيني. اهلا وسهلا بك تفضل. رحم الله. اشكر قناه الرافدين على هالمبادره العظيمه. نعم هذا واجبنا تفضل. اي بصراحه الخص لك اياها بكلام بسيط. نعم يعني ذولي جونا من 2003 لحد الان من الزعماء الكتل السياسيه وكلهم هسه لاصغر واحد منهم كلهم مذنبين بحق الشعب العراقي نعم. أكرم انقطع الاتصال مع أكرم من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد. طبعا اللجنة الدولية لحقوق الإنسان طالبت حكومة عادل عبد المهدي باحترام ميثاق الشرف لحماية الإنسان وأكدت إدانتها للاعتداء واستخدام العنف ضد تظاهرات حملة الشهادات العليا الذين طالبوا بحقوقهم في إيجاد فرص عمل وللعيش الكريم. طبعا مثل ما يعني معروف أنه يوم أمس قوات مكافحة الشغب فضت اعتصام أصحاب الشهادات العليا أمام مجلس الوزراء وسط بغداد والذي استمر لأكثر من 100 يوم واستخدمت خراطيم المياه الساخنة والقوية بطريقة عدها مراقبون معيبة ومهينة. بدورها طالبت رئيسة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي غيداء كنبش بالتحقيق بطريقة تفريق قوات مكافحة الشغب للاعتصام السلمي لحملة الشهادات العليا وقالت بأن المعتصمين أمام مجلس الوزراء هم أصحاب شهادات وأصحاب حقوق وهم كفاءات عراقية يجب أن تكافأ نتيجة الظروف التي مر بها العراق وما شهده من فساد ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية وبطالة وسوء التخطيط وغياب فرص العمل. وأضافت رئيسة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بأن استمرار اعتصام حملة الشهادات العليا لأكثر من 100 يوم ما كان ليطول لولا الأمل الذي أعطاه كل المسؤولين في الحكومة لهم. معنا اتصال أبو طه من بغداد تفضل. أبو طه السلام عليكم. السلام وعليكم عمار. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ عمر. هو الدستور مو قبل حق المتظاهرين؟ نعم زين. هم من سيتظاهرون أصحاب الشهادات العليا إيش طالبين في المعجزة لو طالبين أبسط حقوقهم هو التعيين؟ نعم يعني يواجهوهم بهيج معاملة وهيج أخلاق ونساء موجودين ويا المتظاهرين يا قانون هذا يا دولة صايرة عندنا انتوا اذا هتعينون احد زين قولوا يا بك كمل ابتدائيه واقعد البيت لا تكمل لا كل اعداديه ولا متوسطه ولا تتعب نفسك ولا تتعب اهلك ترى تعيينات ما عندنا نخليك قاعد ببيتك وساكت زين يعني زي يموتون للبشر سريريا زين يومية طالع لهم واحد راح نعينكم راح كذا وصار لهم 100 يوم
قتلهم الحر شافوا أباتهم بعينهم زين شنو اللي سووا لهم إياه؟ وين راحت هاي السنين درسوها وتعبوا بيها بحرها وبردها زين حتى يحطوا لهم على تعيين؟ شنو هو التعيين يعني شنو التعيين؟ نعم. هاي كل سنة يقول لك ما عندنا، يقول لك ما عندنا فلوس، الحكومة تقول لك عندنا أزمة اقتصادية. إحنا عندنا أزمة اقتصادية. إيه الحكومة تقول. أستاذ عمر الحكومة هاي إذا صدق هي حكومة. نعم. الميزانية مالتنا تعيش أربع دول. نعم. تعيش بس العراق، أربع دول تعيش الميزانية العراقية. وإحنا بحالة تقشف. وين صاير هاي؟ يا قانون التقشف على الشعب بس على على رواتب المسؤولين والنواب ماكو تقشف، اكو زيادات واكو علاوات واكو قروض واكو رحلات. نعم التقشف بس على الفقير. انا اتحدى الحكومه على كل القنوات اتحداهم اذا يقولون احنا بحاله تقشف خلي تبرعون راتب واحد من شهر كل البرلمان والوزراء يتبرعون راتب واحد للشعب يقولون هاي تبرعات للشعب من عندنا اتحداهم. ليش بس راقبين على الفقير وعلى المتقاعدين يقصون من راتبه؟ نعم يعني وهاي هذا الحشد وهاي مال الشهداء وهاي مال كذا وهاي مال كذا. روح على المسؤول، روح على المسؤول. نعم يعني قللوا الرواتب مال البرلمانيين والوزراء والنواب وكذا، ملينا من عندهم، شردوا من عندنا. نعم. الريج يبيع ماي ولا هو شغل مو عيب، بس وين راح التعب ماله؟ زين؟ نعم. يدفعون عرباين باب الشرقي، زين؟ خريجين يعني نعم. والله خزونا بين كل الدول والله العظيم. وثمانية مليون، ثمانية مليون بحسب احصائيات دوليه العراق اليوم ب 8 مليون امي لا يقرون ولا يكتبون. تخيل لا يقرون ولا نعم لانه اي سو شافوا قبلهم قاعدين مساكين يقول لك انا ليش ما اتعب روحي واخره واحصل على شهاده؟ خليني نعم. اقعد واسكت اشتغل واعيش روحي. زين فحكومتنا هاي دول مو حكومه أشباه نعم. الحكومة فيمشون بأمر من نعم أسيادهم الإيرانيين زين لمذلة الشعب. وأكثر من هالمذلة ماكو، وإحنا ندق ونلطم الصيحيات من الذلة. شلون تصير الذلة حمراء نعم. خضراء بس أردفتهم بعد نعم شلون تصير الذلة؟ يعني إحنا عايشين بنص الذلة ونصيحيات من الذلة. لا خلنا نقعدوا نسكت وما في حيات من الذلة. نعم لأنه دمرون الشعب حطموه زين الانتحارات يعني شابة تدموا على مثل الأيمة تريد انتحر أمل على مدة تعيين. نعم. هذا أزل ورد. نعم وتلاحقوا لها الشرطة هي طلعوها. وين صاير هاي؟ أني أشكرك، أني أشكرك أبو طه من بغداد كان معنا. طبعا عضو مجلس النواب رياض التميمي قال بأن الدولة تنفق المليارات على التربية والتعليم وشبابها عاطل عن العمل، وحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن الاعتداء على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة من حملة الشهادات العليا، وبين بأن حكومة عادل عبد المهدي تعلن برنامجها للقضاء على البطالة وبرنامجها لحملة الشهادات العليا من جهة وتعتدي عليهم من جهة أخرى. معنا اتصال أبو نزار من كربلاء، تفضل أبو نزار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. قناة الطيبة. حياك الله يا أهلا بك. أهلا بك، الله يسلمك. تفضل. اليوم ما ادري بالرضوع على مود شنو على مود المتظاهرين. نعم اكو متظاهرين صار لهم اكثر من 100 يوم وهم من حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه دا يتظاهرون قدام مبنى الحكومة بالعلاوي ببغداد معتصمين شباب اللي عنده ماجستير واللي عنده دكتوراه ويطالب بالوظيفة وهذا حقه، هذا حقه ابسط
حق من حقوقه. البارحة قوات مكافحة الشغب بأوامر من السلطات العليا فرقت المتظاهرين بالقوة وبالمي الحار وفرقتهم. زين وين حرية التعبير؟ وين الديمقراطية؟ وين حق التظاهر السلمي؟ إذا هو يطالب بأبسط حقوقه. أقول لك عن عمر. نعم. هم وين تهمطوا حفل هذا الشعب المسكين وظلت على دول المتظاهرين؟ يا ما تظاهرنا الله وكيله، ويا ما احتفلونا، ويا ما ذبوا علينا مي حار، ويا ما توفونا الضيم، ويا ما شردونا، اشهر الله وكيلك مالي بين بيوتنا. يعني هم وين هم هالساعه الجديده عليهم؟ يا اخي المتظاهرين ضدهم، يعرفوهم ضدهم. مو انه صح يطالب من حقوقهم، بس يعرفوهم ضدهم. المتظاهرين هم ناس حرامية، ناس حصابة، ناس اجوا لهذا البلد لتبني البلد لهذه الثروات البلد، وين عندهم وطن؟ هم لو عندهم روح من الوطنية هم يكون المتظاهرين، بس اللي لهم روح وطنية اخي عمر، يشهد الله، يشهد الحسين، يشهد العباس، دول ناس حصابة 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 يا اخي. يعني هسه اقول لك اللي يمشي بالشارع يعرفهم عصابة حرامية. هسه اكو سيارات قامت تفوت منها مظللات، حتى بيها مال تجار. المواطنين بالشارع الله وكيلك بيوقف يقول جو الحرامية. طلع ذاك اليوم ما حد سادر رجال، وقف قباله قال عم انا مو بالحكومة ترى انا رجال سادير اشتغل بشكل وشكل. يا اخي يا عمر هو بعد من يحترمهم دولة؟ من يريدهم؟ من يحبهم؟ لعز الله عليهم وعلى ايران. اقصد الحج هذا ما دمرت العراق الا ايران، وان شاء الله ايران ايامها قليله وقريبه. ابشركم الله وكيلك اكو الله ان شاء الله ينهيهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو نزار من كربلاء كان معنا. عضوة تنسيقية حملة الشهادات العليا نغم التميمي قالت بأنهم مستمرون بتظاهر السلمي لحين تنفيذ حكومة عادل عبد المهدي لمطالبهم، وأكدت بأن تظاهرات حملة الشهادات العليا كانت سلمية من أجل المطالبة بدرجات وظيفية، إلا أن المتظاهرون فوجئوا برد القوات الأمنية العنيف ضدهم. طبعا مثل ما شفنا احنا في بداية الحلقة في التقرير، شفنا انه كيف تم استخدام القوة ضد المتظاهرين متظاهري حملة الشهادات العليا في العاصمة بغداد من خلال قوات مكافحة الشغب، وقامت بتفريقهم بالماء الساخن وبالقوة. النائب فائق الشيخ علي قال بطريقة استهجان، قال بأن استهجان قمع أصحاب الشهادات العليا ممن كانت بيده السلطة أمر غريب، في إشارة إلى تصريح رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة بشأن فضل اعتصام أصحاب الشهادات العليا بالقوة. تساءل النائب فائق الشيخ علي عن استهجان المالكي لقمع اعتصام أصحاب الشهادات العليا وهو الذي كان يمارسه ضد المتظاهرين. طبعا كان زعيم حزب الدعوة نوري المالكي دعا حكومة عادل عبد المهدي في بغداد إلى التعامل مع المتظاهرين بأسلوب دستوري وأسلوب قانوني، وقال بأن القسوة لا تؤدي إلا إلى العنف، إلا إلى عنف لا يحمد عقباه على حد تعبيره. ويذكر بأن المالكي هو المسؤول الأول عن أوامر فض اعتصامات المحافظات المنتفضة ضد سياساته الطائفية، كنا نتذكر، والإقصائية في فترة ولايته الثانية 2013، وأدت أوامره إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين المعتصمين واعتقال وتغييب آخرين في السجون الحكومية. طبعا تعليقا على فض اعتصام حملة الشهادات العليا أمام مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في بغداد بالقوة، النائب أحمد الجبوري قال بأن مصير البلاد بيد الجهلة، وقال بأنه من الطبيعي أن يعامل أصحاب الشهادات العليا بهذه الخسة كما وصفها، إذ كان الجهلة هم من يحكمون البلاد على حد تعبيره، ودعا إلى التعامل بحزم مع الفاسدين وليس مع الخريجين. نقابة الأكاديميين العراقيين
دعت الحكومة إلى الاستقالة وطالبت البرلمان بتطويق أزمة أصحاب الشهادات العليا، ورفضت النقابة التعسف الذي تعرض له المتظاهرون من حملة الشهادات العليا والممارسات التي اقترفها منفذو تفريق التجمع السلمي ضدهم، وحملت الحكومة حكومة عاد عبد المهدي المسؤولية الكاملة لهذه الانتهاكات التي مورست بحق ممثلي هذه الشريحة المهمة من حملة الشهادات العليا الذين يمثلون كما وصفتهم رصيدا وطنيا لا يمكن التفريط به تحت وطأة العجز عن إيجاد الحلول الكفيلة باحتضان هذه الطاقات المعطلة بحسب ما جاء في البيانات. في البيان، لجنة التعليم النيابية قالت بأن عدد حملة الشهادات العليا الذين يطالبون بالدرجات الوظيفية وبالتعيين بلغوا نحو 15,000 شخص. اليوم عندنا 15,000 شخص، طبعا أكثر، يطالبون بدرجات وظيفية. عضو لجنة التعليم رياض محمد قال بأن هناك أعدادا كبيرة من حملة الشهادات العليا لا يمكن استيعابهم جميعا بقرار، وبين بأنه تعيينهم بشكل كامل يتطلب خطة تتم عبر 3 سنوات. أوضح بأن تعيينهم ليس من اختصاص وزارة التعليم وإنما وزارتي المالية والتخطيط، لافتا إلى أنه يجب تعيين جزء منهم في التعليم وآخرين في الجامعات والكليات ووزارات الدولة من خلال تخصيص نسبة من كل تعيينات تفتح لحملة الشهادات العليا. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بارك الله بك، تحية لك وكادر الطيب. حياك الله يا أهلا بك. هذا عمر، تحية. بالنسبة للخريجين، يعني احنا هسه يمكن بدأ يقارب 3 ملايين بالعراق خريجين هم جالسين وينتظر رحمة الله، ولكن ما عندنا احنا من اللي يعين. لو تقدم عندنا كله يسمونه دفتر. نعم. دفترين دولار لو ما مات سعين، وهسه صار دفترين وثلاثة ويضحكون على الناس. صدقني إذا ما نقوم ثورة صحيحة نجرف الوسطين ذولا، وين الله من البلد ذولا، مو عراقيين اللي يحكمون البلد ذولا، كلهم ذيول، كلهم عندهم جنسية جنسيتين وثلاث، مثل ما علق أول بارحة عندكم أول بارحة بالتلفزيون. يعني إحنا من النجم نقول واقع الحال في العراق مرير جدا. نعم. الناس انتهت، الناس جوعانة، الناس عريانة، أكو ناس مش حد الخبزة، هؤلاء حتى ما يمرهم الإسلام ولا يعرفون الإسلام أصلا، حتى اليهود كده أرحم منهم لأن الشبعان ما يدري بالجوعان، هؤلاء اللي يتظاهروا وبتسحوهم بالمياه يعني هم على ويش بتعمل روحهم، ماكو تعيين، تعيين ماكو. بس إحنا هنا أكو واحد ضابط كبير بالموصل عين ابن أخوه وابن عمه وأخوه ولا حد يدري بيه، شلون عينهم؟ هذه اكو تعيينات قبل لا الناس على اساس تنطلق 2020 تعيينات، ماكو تعيينات يا عراقيين للفقراء، اكو لهم بس هالكعكه بس هم دا ياكلوها. كل من يقول لك اكو تعيين بالعراق بعد الفقير قول له تشذب، الا ما رحم ربي. انا من الناس دفعت فلوس حلوه نصابه راحت الفلوس، ولحد الان صار جدني اي اريد بس الفلوس يرجع لي، ماكو لاكو قانون لاكو شيء، ما كل شيء كلها ضد الفقير. والفقير اليوم احنا هسه ننتظر على اساس الشعب كله يتباشر، على اساس 1/10 ان شاء الله اكو شيء كبير راح يحدث في العراق. نعم. احنا ننتظر هذا اليوم صراحه حتى نكتسح، حتى لو اخوي لو ابويا اطول واعوج اخلي الناس تذبح والله ما بدافع عنه. اذا عندنا غيره بعد في بلدنا انتهى والله العظيم، والله اللي يجي عايش العراقيين يقول الله يعاونكم على هالمرض هذا اللي بينا، يعني أوحش من السرطان بالأسف الشديد. نعم. يعني ما ظلت غيرة نهائيا. هؤلاء كل من قضب الكرسي بدأ يبوغ وبدأ يسلب، ويا ريت تصريح الأمني، إحنا الموصل بنتهين من التصريح الأمني، تصريح الأمني طعسك مشتبه يحجوك تروح لأبو زعب بيد الميليشيات، بنع لأبو الميليشيات لأبو إيران لأبو خامنئي لأبو كل واحد ما يستحي، كل عربي خزي يتبع إيران. إيران صارت إيران، إيران لما خزايا العرب إيران ما تقف ساعة واحدة، إيران إحنا اللي يقاتلونا فيما بيننا، هذا الشيعي وهذا السني يقاتلونا يضحكون علينا، هؤلاء الأنجاس
مع الأسف نقول على العرب مع الأسف انتوا وين عقولكم يا عرب؟ نايمين لحد الآن انتوا متقاتلين فيما بينكم حتى تسميات المجوس واليهود هذا شيعي وهذا سني. اختزوا يا عرب اختزوا لا ظلوا النايمين. إلى متى صواريخ المجوس تنهار على السعودية وتنهار على فلسطين وتنهار على العراقيين وتم ذبح بمملكتك كلها سببها المجوس؟ لولا المجوس لما استطاعت الصهاينة والأمريكان أن يحتلوا العراق ولا يحتلوا فلسطين ويحتلوا شبر من أرض العرب. لكن للأسف أبو مصطفى من الموصل كان معنا. كذلك طبعا خرج أطباء في العاصمة بغداد في تظاهرة ضد الفساد والواقع المزري للمستشفيات أمام مبنى وزارة الصحة اليوم الخميس. وقال ممثل أطباء العراق الدكتور علاء جاسب نعيمة في بيان له بأن الأطباء باتوا عاجزين أمام المرضى وآلامهم ومعاناتهم بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية والنقص الكبير في عدد المستشفيات وأهليتها إضافة للنظام الصحي المتخلف. وأشار إلى أن الأعداد المرعبة من مرضى السرطان أصبحت بلا علاج وبلا مستشفيات كافية ويموتون يوميا بدم بارد وردهات الإنعاش تخلو من الأدوية المنقذة للحياة. بيّن بأن أطباء العراق ملوا من كثرة مناشدات الجهات المعنية الذين اتفقوا على القيام بتظاهرة كبرى في جميع المحافظات احتجاجا ورفضا لكل سياسات الفساد والتلاعب بأرواح العراقيين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.